الله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداة، أما بعد، فمرحبا بكم في رحلتنا في عقل المسلم وفي تلك المكونات التي يتكون منها عقل المسلم. سبق أن تكلمنا في الحلقة الماضية عن ثلاثة أمور من النموذج المعرفي السداسي الذي قلنا أنه يشبه الخلية النحل، وكأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه السداسية تشكل خلية عقل الإنسان ليفرز شرابا طاهرا لذيذا كما تفرز النحل العسل، فكذلك تفرز عسل العقل وعسل الحياة فتفرز السعادة. هذا النموذج تكلمنا عن أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ثم تكلمنا عن أن الإنسان مخلوق مكرم، ثم تكلمنا عن أن الكون مخلوق مسخر. والعلاقة ما بين الإنسان المكرم وبين الكون المسخر أن الإنسان يجب عليه أن لا يتجاوز في التعامل مع هذا الكون، فلا بد أن يحافظ عليه. فهذا الكون ليس ملكا له، ولكنه هو أداة يستخدمها للوصول إلى الوظيفة التي كلفه الله بها، ولا يجوز له أن يسرف أو أن يفسد في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا من أن يسرف الإنسان في التعامل مع الكون حتى لا يكون هذا الإسراف سبب من أسباب الفساد في الكون. فالإنسان إذا لم يكن معتدلا، وإذا لم يكن مسرفا، وإذا لم يكن يحافظ على ما أمره الله سبحانه وتعالى فيه في التعامل مع الكون، سيكون سبب من أسباب الفساد، والله خلق الإنسان ليكون سبب من أسباب الصلاح. ثم بعد ذلك يأتي أمر آخر، هو أن الإنسان مكلف. ما معنى أن الإنسان مكلف؟ أن الله سبحانه وتعالى سخر هذا الكون للإنسان لا لكي يحقق فيها مراده، ولكن لكي يحقق مراد الله سبحانه وتعالى. يحقق مراد الله سبحانه وتعالى أن يعمر الكون وأن يعبد الله وأن يزكي، وهذه الثلاثة بالتفصيل سنتكلم عنها بعد قليل في حلقة قادمة. هذا التكليف يتعلق بالمقاصد الثلاثة اللي هي التزكية والرمضان والعبادة، والمقاصد الخمسة التي هي حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض وكذلك حفظ المال. كل هذه الخمسة مع الثلاثة هي التي كلفها الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. الإنسان مكلف، وكذلك العنصر الخامس أنه مكلف بهذه المقاصد. ثم بعد ذلك يأتي الجزء الذي يتعلق بالجواب عن السؤال الأخير. يبقى الثلاثة الأول: الله خالق كل شيء، الإنسان مخلوق مكرم، الكون مخلوق مسخر. هذه الثلاثة كانت جوابا على سؤال من أين أتيت. ثم سلمنا هذا السؤال عندما تكلمنا عن العلاقة ما بين الإنسان وما بين الكون، سلمنا هذا إلى الجواب على سؤال كيف أسير. يسير الإنسان بما أراده الله سبحانه وتعالى له وإلى تحقيق المقاصد التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. وبقي الجواب على السؤال الأخير، وهو إلى أين المصير. فكان المصير هو أن أعود إلى الله مرة ثانية. فكان الكلام على أن المسلم يؤمن باليوم الآخر، وهو اليوم الذي يعود به إلى الله. واليوم الآخر عند المسلم أو يوم القيامة أو يوم النشور، هذا ليس اليوم الذي فيه يعاقب الإنسان، هذا ليس يوم الجحيم كما يتصور الناس، ولكنه يوم الميعاد، يوم العودة إلى الله سبحانه وتعالى للبقاء في حضرته سبحانه وتعالى. فلو كان الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، فهو خلق النار لا ليدخلها الناس، ولكن خلقها الله سبحانه وتعالى لكي لا يدخلها الناس. خلق الله النار لكي يتحرز الإنسان أن يدخلها. خلق الله النار لكي تكون حافزا للإنسان أن يتركها وأن يبتعد عنها ليذهب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله سبحانه وتعالى جزء منها وبعض منها هو الجنة. فإذا هو يسعى ويفر من النار إلى الله، فوجود النار ليست نوع من أنواع أن الله سبحانه وتعالى خلى الحياة حتى الحياة الآخرة من رحمته، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع النار ليؤكد للناس أنهم خلقهم مختارين، وأنهم إذا نفذوا ما كلفهم به في الدنيا فلن يدخلوا النار، ولكن سيكون مستقرهم في حضرته سبحانه وتعالى في الجنة. بهذا الكلام
عن الله خالق كل شيء، وأن الإنسان مخلوق مكرم، وأن الكون مخلوق مسخر، وأن الإنسان مكلف، وأن هناك مقاصد ثلاثة وخمسة، وهناك سنن في الكون الذي كلف الإنسان بأن يعمل بها، وبالكلام عن اليوم الآخر. بهذه السداسية نكون قد عرضنا المكونات الأساس والأصول في عقل المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستثمرون هذه المكونات في حياة طيبة، يحاولون من خلالها أن يظهروا الصورة الصحيحة والوجه المنير للإسلام بجماله وكماله وروعته، وأن يجعل هذا نوع من أنواع بسط بسط الحياة الطيبة للعالمين وفي كل مكان. عندما ينظر الله سبحانه وتعالى إلينا فيجدنا نحيا حياة الصالحين المعمرين الذين يريدون أن ينشروا الجمال في كل مكان من أرض المعمورة. أشكر لكم حسن مشاهدتكم، ونلتقي على خير في الحلقة القادمة التي سنفصل فيها الكلام عما كلف الله سبحانه وتعالى به الإنسان. تواصلوا معنا على صفحتنا باللغة الإنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.